الحادث الأخير اللي الاعتداء على واحد من الأطباء، والقصة في اللي حصلت في القاهرة الجديدة باختصار النهاردة، في تحرك محترم جدا من سيد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار في إنه بيتابع مع الطبيب وبيدين بشدة ما تعرض لي الطبيب من اعتداء. هو القصة ببساطة إنه أحد الأشخاص بقصته أو روايته بتقول إنه راح مع طفلة مصابة لإحدى مستشفيات القاهرة الجديدة، واتهم الطبيب بالتقاعس عن العمل وقال إنه الطبيب رفض إنه يساعد الطفلة. القصة كده في سطرين، لكن اللي حصل مع الطبيب والتعامل مع الطبيب والإساءة والتعدي عليه جسديا وربطه في التفاصيل القاسية دي مش مقبول، مش طبيعي تحصل في أي مكان في العالم. إيه اللي بيحصل وإيه اللي بيتابع؟ خلينا نسأل بتفاصيل أكتر دكتور جمال أبو عميرة، رئيس لجنة التحقيقات بنقابة الأطباء. دكتور جمال، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا فندم. دكتور جمال، أجمل تايتل بالنسبة لي في أي قصة شبه دي هي لجنة التحقيقات، وأول ناس إحنا بندور عليهم هم لجنة التحقيقات. ببقى نفسي حضراتكم تقولوا بسرعة التفاصيل، ولا مش بسهولة جدا نوصل لكل التفاصيل دي بسرعة، فعايزين نسمع من حضرتك ما وصلتم إليه حتى الآن بشأن واقعة الاعتداء على طبيب القاهرة الجديدة. اولا انا بشكر حضرتك على المقدمه اللي انت قلتيها دي، مقدمه انا كنت هتكلم فيها بشكل زي تمام حضرتك ما اتكلمتي. لابد من حمايه الاطباء، لابد ان يكون هناك تقدير للاطباء، خاصه اللي موجودين في الطوارئ والاستقبال في المستشفيات كلها، لان الاطباء اولا دلوقتي عددهم قليل، ثانيا عليهم عبء كبير جدا، ثالثا عليهم ضغوط اجتماعيه وضغوط معيشيه وضغوط من المرضى واهل المرضى. المرضى بيخشوا الاستقبال حضرتك بطريقه معاهم المريض بيبقى معاه 10 12 فاكر ان هو اللي له الاولويه، بينما مثلا 2 أو 3 اطباء بيناظروا 5 أو 6 حالات في نفس الوقت. الكلام ده انا بشوفه بعيني في مستشفيات كتير، وبشوفه ضغط من اهالي المرضى داخلين باسلوب للاسف في شبه بلطجه، يدفعوا بتوع الامن قدامهم عايزين يخشوا الاستقبال حتى لو كان في مريض بيكشف، يطلعوا الطبيب من الكشف عشان فاكرين ان حالتهم اهم حاجه. ويطلعوه بطريقه مهينه وصوت عالي، والتفاصيل اللي بقت للاسف نمط. فالاول انا بشكر وبكرر الشكر لحضرتك لانك حضرتك قلتي على نقاط كتير. بالنسبه للموضوع الاعتداء على طبيب مستشفى القاهره، اللي حصل ان الطفله المريضه دي ذهبت مع 2 سيدات وراجل معاهم لاستقبال مستشفى القاهره. اول ما وصلت الاستقبال شافها اول طبيب، الطبيب حولها لانها اصابه في القدم، حولها لدكتور العظام. دكتور العظام شافها وقال العظام سليمه، فقال يعرضها على طبيب الجراحه. طبيب الجراحة كان هيشوفها في غرفة، الغرفة دي كانت مشغولة، غرفة عمليات مشغولة بمريض تاني، طبيبة وجه وفكين بتجري جراحة بسيطة لمصاب عنده نزيف، بتاخد له غرز في الغرفة. فالطبيب اللي هو طبيب الجراحة المعتدى عليه ده قال لأهل المريضة وللمرافق بتاعهم أنا قدامي 10 دقايق على بال ما الطبيبة دي تخلص، وهندخل البنت وانظف الجرح واشوفه لان لازم انظفه جوه الغرفه. فالشخص اللي كان معاه تعدى عليه بالسب هو والسيدتين دول، فالامن اخرج الراجل بره. الطبيب واقف في الاستقبال ما زال بيشوف حالات اخرى. فجه هذا الشخص المرافق للمريضه بعدها ب5 دقائق أو 7 دقائق في وسط الاستقبال، توجه باللكمات لوجه الطبيب يعني، وبيخبطوا كمان بالراس، خبطوا بالراس في دماغه وفي وجهه واحدث بيه اصابات. خناقه شوارع يعني، خناقات شوارع بتحصل في استقبال المستشفيات. يعني ده حصل قصاد الاستقبال يعني، في بداية الاستقبال قصاد الامن وقصاد زملاء الطبيب ان دخل هذا الشخص توجه له وفي عجاله وجهه بروسيه لمؤاخذة يعني في وجهه، بعد كده مجموعه من اللكمات. الموضوع كله ما خدش 10 12 ثانيه على بال ما افراد الامن تنبهوا وفصلوه شالوه، كان الدكتور وقع او اصيب، جاله شبه ارتجاج،
وجاله نزيف تحت فروة الراس، وجاله شرخ في عظمة الصدر ده ايه ده الأمامية واليمنى، وكدمات أو بنسميها بروزز بالإنجليزي، كدمات خفيفة حوالين الفك من الخبط بالرأس ومن توجه اللثمان. فبعد كده أفراد الأمن خدوا الطبيب ده ودخلوه على أوضة جانبية واتصلوا بالشرطة، الشرطة وصلت سريعا دخلوا بناء على بلاغ المستشفى. طب فدخلوا بدأوا يستجوبوا الطبيب. الطبيب حس في الأول إن هم بيسمعوا أحواله، بعد كده خلال 3 دقايق أو كده بدأ أمناء شرطة ظهروا وحاجات زي كده، تغير موقف الداخلية أو الاثنين ضباط اللي حضروا إيه، قالوا له إنه خلاص اللي دي موقعة شجار، بعد ما قال لهم لا دي اعتداء أو ده اعتداء على مستشفى. أنا 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 مشغول أعرف اللي حضرتك في اللجنة، في لجنة التحقيقات رصدتوه، مش اللي هم قالوه أو لجنة التحقيقات في النقابة. أنا ما بحققش في الموضوع ده، يعني أنا ما بحققش في الموضوع ده، بس أنا كعضو للنقابة تحدثت مع الطبيب المصاب ده المعتدى عليه، وهو ده الكلام بتاعه اللي قاله بالظبط، وبيقول لي يشهد عليه كل من كان في الاستقبال وافراد الامن ومرافقين لمرضى اخرين. طيب سؤال سؤالي يا دكتور، انا لسه ما كملتش لحضرتك الكلام. اتفضل. فلقى ان في تغيير في موقف الضباط وموقف قالوا له انت تخرج دلوقتي تيجي ده شجار وانت متهم بالتحرش، وانت تيجي معانا العربيه بره بدل ما ناخدك بالكلبشات. فهو نظرا لحالته لانه مريض ومصاب ومصاب بشبه ارتجاج موجود في الاوضه هيتلقى علاج، و خدوا بطاقته وخدوا الموبايل بتاعه ولم يسمحوا، هو كان في الفتره دي استدعى محامي تبعه على اساس انه يجي، هو اتصل بمدير المستشفى، مدير المستشفى ما قدرش يتصل بيه، مدير المستشفى وصل بعد كده، فهو اتصل بمحامي على اساس يحضر الواقعه، فالشرطه رفضت تواجد المحامي معاه ورفضت تواجد اي حد تاني من الطاقم الطبي معاه، وخدوا الرقم القومي بتاعه وخدوا الموبايل بتاعه وخدوا المحفظه بتاعته، وبعد كده اتربط في السرير بالكلاش. احنا يعني اجراء غريب جدا الحقيقه. طيب انا عايز اسال يا دكتور، معلش انا عارفه انا بس عشان وقتي محدود، فانا عايز اسال حضرتك في السؤال اللي يخص ده سير التحقيقات اللي احنا نفهم انه هيظهر فيه الحقيقه، اكيد كاميرات المستشفى، اي الشهود العيان اكيد هتظهر الحقيقه. انا سؤالي تحديدا دور وزاره الصحه، نقابه الاطباء لحمايه الاطباء في المواقف اللي تشبه دي. يعني دلوقتي حضرتك بتقول انا مش بباشر هذه التحقيقات، لكن التحقيقات الداخليه، يعني ما هو اكيد برضو لازم وزاره الصحه تطلع تقول لنا الطبيب ده كده اتصرف صح ولا لا. ايوه، يا وزاره الداخليه طلعت بيان، وزاره الداخليه طلعت بيان، وقرينا بيان وزاره الداخليه الصبح، وقالوا ان في انها مشاجره. دي مش مشاجره، ده اعتداء على طبيب يزاول عمله داخل الاستقبال وسط الاطباء ووسط المرضى. يعني عايزه من حضرتك عايزه من حضرتك شهاده. ما فيش بيحصل اعتداء على اي مواطن داخل جهه عمله بالشكل ده. هو في قانون، هو في قانون، في نص في قانون العقوبات، يعني لعقوبه لمن يتعدى على موظف اثناء تاديه عمله سواء كان طبيب او غيره. انا سؤالي لحضرتك، احنا ازاي نقول للناس، ما هو برضو في، انا بدات كلامي وقلت كده، في حالة كده من الشحن والغضب تجاه الأطباء، تقول لهم الشحن ده، معلش حضرتك اسمحني، الشحن ده للأسف، اسمعني بس للأسف. أنا بس سؤالي لو أنا حتى مشتبه إن الطبيب ده تقاعس فعلا، ولو أنا حتى مستاء جدا إن الدكتور ده اتأخر عليا، إيه الإجراء القانوني الصحيح اللي المواطن المفروض يعمله لو هو مستاء من طريقة تعامل الدكتور؟ حضرتك بس قول لنا، قول للناحيه الثانيه للمواطنين يعملوا ايه. تمام. هو اي مريض بيوصل للاستقبال بيتقيد في الاستقبال، موعد الدخول بتاعه الساعه كذا، دخل الاستقبال وبيتوقع عليه الكشف خلال 10 دقائق ربع ساعه. طبعا كل ما كانت الحاله حرجه او فيها احتياج لتدخل عاجل، نزيف، اصابات، بيتحرك الاطباء بسرعه، ممكن يسيبوا حالات ثانيه، لكن لو الطبيب شاف ان الحاله ممكن تنتظر ربع ساعه او نص ساعه، هو الوحيد اللي يقدر يقرر الدكتور اللي كشف على المريضه. ما كانش المريضه دي فيها مثلا نزيف،
ما كانش فيها إصابة تدعو ما إلى كانش في خطر على حياتها من العشر دقائق التأخير من العمليات ويدخروا دي. يعني الطبيب هو اللي بيحدد أولا درجة إصابة المريض بالزبط. أو هل هي حرجة مش حرجة، دي نقطة. النقطة الثانية إن لابد من حماية الأطباء في الاستقبال، لابد أن تفعل. كان في اتفاق مع وزارة الداخلية قبل كده سنة 2014 إن عمل وحدة أو إدارة لحماية المستشفيات وحماية المنشآت. الحقيقة لم تفعل، يعني أنا ما بلاقيش قوة شرطة كافية في استقبال خاصة المستشفيات الكبيرة. يعني أنا بتردد كتير على معهد ناصر وداخل وخارج من الاستقبال، الحقيقة منظر. طب حضرتك بتقول الاتفاقية مش مفعلة، هل الأمن اللي موجود في المستشفيات ده بتبقى شركات أمن خاصة؟ شركات أمن اللي موجود شركات أمن، وطبعا المواطن العادي طالما مش شايف قدامه بدلة عسكرية مش هيحترم الموظف الأمن ده. طيب. هم بيزقوهم ويدفعوهم وممكن يضربوهم وبيخش عنوة. طيب ما في الحالة دي يا دكتور احنا عندنا مشكلة في شركات الأمن اللي بتحمي المؤسسات الطبية، هو مش لازم أبقى عندي مشكلة طول الوقت في أنه الاتفاقية طب ما شركات الأمن اللي بتحمي المؤسسات الطبية حضراتكم كنقابة لازم تسألوها، كل وسائل الضبط والحماية والكاميرات والأدوات المساعدة لأنها تثبت الواقعة إذا كان الطبيب مخطئ. أنا بقصد من أسئلتي المتكررة، وأنا أسفة أني بسأل حضرتك، أن أنا أقول بس أو نفهم إحنا كمواطنين إمتى أنا كمواطن أقدر أحاسب الدكتور؟ ما أنا أقدر أحاسبه، ما أنا برضو لو دكتور أهمل في حد عزيز عليا ما أنا مش هقعد ساكت. لكن إيه الآلية؟ أنا بس بسأل حضرتك إيه الآلية؟ أكيد مش الضرب وأكيد مش الزعيق، بس أعمل إيه عشان أشتكي من حالة زي دي؟ المريض من حقه، أهل المريض أو المريض لو في أي لقوا أي تقصير أو إهمال أو تهيأ لهم ذلك عندهم الشكوى لمدير المستشفى، وعندهم الشكوى لوزير الصحة لوزارة الصحة، وعندهم الشكوى لنقابة الأطباء. باب نقابة الأطباء مفتوح لأي شكوى من المرضى وأهالي المرضى، أو عندنا شكاوى كتيرة جدا تتهم بتقصير الأطباء أو تقصير المستشفيات، وإحنا طبعا بنحقق في الشكاوى دي، مفيش شكوى بتهمل. لكن أنا قصدي الإجراء اللي هو لو المريض أو أهل المريض أحسوا بإهمال من الطبيب المتواجد في الاستقبال، في رئاسة للطبيب ده وفي مدير المستشفى بالظبط، وفي إدارات مشرفة على كل مستشفى في مصر ممكن يلجأوا لها بالشكوى. هل نقابة الأطباء، الحاجة الثانية اللي برضك الإعلام اللي هو مسلسل إهمال الأطباء، مسلسل إهمال الأطباء، ما فيش حاجة اسمها كده بالشكل، بيدوا أحكام. أنا موافق حضرتك على زي، وبقول لحضرتك أنه بعض المسميات اللي بتطلق بدون دراسة وبجهل، وفكرة مسلسل إهمال الأطباء اللي بيتقال أسهل عنوان وأسهل منشط، أنا بوافق حضرتك كده. أن إحنا بنستسهل استخدامه يعني. لكن أنا بسأل برضو تاني، نقابة الأطباء ليها سلطة على أي واقعة إهمال، تقاعس، تقديم خدمة طبية بطريقة تخالف البروتوكولات المنضبطة لممارسة المهنة الطبية، هل نقابة الأطباء عندها هذه السلطة لإيقاف طبيب؟ طبعاً، نقابة الأطباء بتحقق مع الأطباء اللي الذين أدينوا أو اللي بعد التحقيق إحنا بنقرر. يعني في أي مريض أو أهل مريض بقدموا بشكوى للنقابة بندرس الشكوى وبنجيب الملف وبنجيب الطبيب المشار إليه وممكن نجيب الأطباء التانيين رؤسائه، وبعد كده ممكن نبعت الملفات دي للأطباء المتخصصين اللي الشكوى مثلا قلب أو سكر أو يعني عندكم آلية، أقصد عندكم يعني آلية للتحقيق وآلية للعقوبة. في عقوبات طبعا، في عقوبات إنذار وفي لوم وفي إيقاف وفي تحويل للنيابة، يعني في وقائع بنحولها احنا للنيابه لما نلاقي اهمال جسيم او اهمال واضح او جهل او عدم اهتمام بمريض ادى الى اصابه او ادى الى وفاه. شكرا جزيلا دكتور جمال ابو عميره رئيس لجنه التحقيقات بنقابه الاطباء. الحقيقه دايما كده بيضيع الحق في الصوت العالي، والناس فاكرة أن الصوت العالي ده بتاع الناس اللي بتعرف تاخد حقها بدراعها. برضو ضحكوا عليك صدقني لما قالوا لك كده، لأنه
احنا في دولة قانون، حتى ولو شفت حواليك عدد الهمجية اكتر، احنا في دولة قانون حتى لو شفت ان قوة السوشيال ميديا اقوى من القانون، واحنا في دولة قانون، وفي الاخر الحكاية هيبقى في تحقيق وهيعرف، يعني كل مكتوم سيستعلن وهيعرف، هنعرف مين اللي تقاعس. لو الدكتور ده اتأخر 10 دقايق حضرتك، والعشر دقايق دول كانوا يؤثروا على حياة المريض، الدكتور ده يعاقب، هيعاقب. لكن فكرة ممارسة البلطجة في أماكن كتير وتحديدا على الأطباء لازم تقف، لازم يحصل المرة دي وقفة من وزارة الصحة، لازم يحصل المرة دي تحرك حقيقي وتعاون حقيقي مع الأجهزة الأمنية والمستشفيات، لازم يحصل مراجعة وتفتيش حقيقي على فكر دور شركات الأمن. وشركات الأمن هي بتاخد أرقام كويسة جدا على تأمين المنشآت الطبية، طب هو إيه اللي بيحصل؟ الناس دي ما ينفعش تترك كده. إحنا عشان نحترم بلدنا لازم نحترم مقدمي الخدمة، ومقدم الخدمة لازم يحترمني كمواطن بالضرورة، فبالتالي احنا الاتنين نحس اننا مترقبين عشان نتصرف بطريقة افضل.